صار الوقت مشاهدينا لنصبح على هدى الأسعد مثل كل يوم تنين ونعرف شو محضرة أخبار إن كان على الساحة المحلية العربية والعالمية. صباح خير هدى. بونجور ورد. هلأ يلي عم بيشوفني بيقول ليش كنت عم بتضحك وقت ورد عم بحكي. عم نتخانق أنا وورد على الكوليرا وكيفية انتقالها، فهذا الأسبوع أكيد 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 رح نحكي عن الموضوع. حكينا مبارح ولسه حنحكي كمان. حكيت مبارح راحت علي الحلقة ورح نحكي لسه بجوات هو الأسبوع. هذا الموضوع شاغلنا كله يعني شائك صار شائك طبعاً، ومهم عن جد نعرف هاي التفاصيل لحتى عن جد ناخذ هي الاجراءات الوقائيه حتى نبعد عنا اكيد هذا الموضوع. صحه والسلامه للجميع ان شاء الله يا رب. اكيد بونجور عن جديد، يسعد صباح كل يلي عم يحضرونا. مثل ما قال ورد كل يوم تنين عندي هيك مجموعه من الاخبار لاهم الاخبار الفنيه اللي صارت خلال الاسبوع الماضي، ولازم ومن الضروري انه بلش فقرتي لليوم مع امير الغناء العربي، اكيد عم بحكي عن هاني شاكر. بصراحه مبارح يعني انتم مبارح شفتوا اكيد ضمن برنامج صباح الخير شفتوا تقرير عن حفله بدار الاوبرا يلي هو كان يوم الخميس، واليوم حقلكم شو عمل خلال زيارته على الشام. يعني كان عنده الخميس حفل بدار الاوبرا ورجع كمان غنى مثل ما كنا عم ندردش شوي انا وورد تحت الهواء ساعتين ونص تقريبا يوم الخميس، وكان عنده حفل ثاني يوم الجمعه. ولكن هو مو بس يعني ما بس ضل بالاوتيل، لا هو حب يعمل زياره هيك لاهم الاماكن بالشام. يعني راح على الحميديه، راح على قصر العظم، راح على الشام القديمه وتمشى اكيد، وفي كثير من الصور واللقطات في كثير عالم شافوه وتصوروا واكل كنافه ونابلسيه. صحيح صحيح يا ورد، صحتين على قلبي. ولكن هو ما حب انه يطلع من الشام الا لحتى يروح يزور الفنانه القديره ميادة الحناوي، وهذا اللقاء كان كثير عفوي، كان كثير جميل، ونحن كنا اكيد معاهم وجبنا مقتطفات من اكيد لقائه مع الفنانه ميادة الحناوي. اكيد زميلنا غياث منصور هو كان موجود بكل تحركات تقريبا هاني شاكر، اكيد بدنا نقول له يعطي العافيه. تعالوا نشوف كيف كان اللقاء مع ميادة الفنانه القديره ميادة الحناوي وهاني شاكر، وبرجع لحتى قلتهم كمان شو سوا هاني شاكر بالشام. مدارس خاصة فيه ونسيت فبليل يا حبيب قلبي، الله يهدى تقبرني وحياة ربنا ايه الحنية والجمال والعرب الحلوة اللي تخش القلب دي، والله العظيم يا حبيب قلبي يسعدك يا ولا يحرمني ولا يحرم الدنيا كلها وجمهورك منك انت كمان الناس الكويسه. بس هو زي ما بتقولي بقى في ناس لازم الاولى والحقيقه، لكن هو مفيش حاجه اسمها لا نهائي. يعني انا مره في محطه غناء قلت له يا حبيبي انت ليش عم بتحط لنا الاغاني يعني انت قريب يا يعني فعلا في كثير مقاطع وفي كثير صور انتشرت من هذا اللقاء، كثير كان في احاديث عميقه بصراحه عن وضع الاغنيه العربيه بشكل عام بين الفنان هاني شاكر والفنانه ميادة الحناوي. ويعني كثير حلو كان هذا اللقاء، ونحن اكيد بدنا نقول للست ميادة الحناوي يسعد صباحك، اشتقنا لها كثير عن جد، ونحن اكيد بانتظار كل جديد ممكن تعمله وكل حفلاتها. عن جد نحن اشتقنا لها كثير وبنحبها كثير. انا بدي اقول شغله انه ما بحضر حفلات، بس دار الاوبرا لها مكانه وخصوصيه بقلب كل سوري، فمن الحظ انه حضرت القديره ميادة الحناوي اخر حفل عملتها بالاوبرا. انا حضرتها كان اجمل حفلات. وكمان حضرنا هاني شاكر، يعني انا عم اقول بسم الله ما شاء الله، قد ايه عمره؟ يمكن فوق ال 70 ما بعرف بالضبط تقريبا، ولكن تقريباً غنى ثلاث حفلات ثلاث ايام ورا بعضهم، كل حفله ثلاث ساعات سلعت. ولا نشازه ولا هبطت صوت ولا شيء، بسم الله ما شاء الله حوله وحاله يخز العين. هدول العمالقه. صحيح اكيد. وعلى فكره على سيره ثالث حفله، هو فعلا احيا يوم السبت الماضي حفله بمنتجع يعفور، كان فيها اكيد مجموعه كثير كبيره من الفنانين السوريين يلي حبوا انهم يشوفوا الفنان هاني شاكر قبل ما يترك سوريا ويسافر. ما لحقوا يشتروا بطاقات لمصر. يلي ما لحق اكيد يشتروا بطاقات. فعلا هذا الحفل كان جدا راقي وجدا مهم بحضور عدد كثير كبير من فنانين سوريا، بالاضافه لاحياء الفنان هاني شاكر لاخر حفل له بسوريا. تعالوا نشوف كمان كاميرتنا وكاميرا صباح الخير مين لاقت ومين هيك دردشوا شوي مع الفنانين بحفل هاني شاكر الاخير. يلا. مصر وسوريا حكايا، مصر وسوريا جاي طرب القصيد الجميل اللي
بيخاطب عقل وإحساس المستمع والمشاهد، بيرتقي بذائقته، لأنه عن جد نحن بهذا الوقت كثير بحاجة لهدول الناس العمالقة، وخاصة يعني المطرب المبدع مثل ما قلت أمير الطرب هاني شاكر. يعني نحن تربينا على أغاني، تربينا على دأبه وصبره وتنافسه وقت اللي كان مع جيل من العمالقة، واستطاع أن يثبت وجوده وما زال إلى الآن. طبعاً هذا هي حركة كتير مهمة. نحن متعطشين للزمن الجميل، متعطشين للكلمة الصادقة وللحس الصادق والشفاف، فهذا الشيء بيخلي شوي يمكن الناس اللي متعودة على الأغاني لسه اللي يعني جديدة طالعة ترجع تسمع الزمن الجميل والكلمة الحساسة والصدق بالغناء، فهذا يعني بيحسن من روحنا وبيحسن من أخلاقنا وبيحسننا وبنخلينا نشوف فعلا أيام زمان كيف مرقت. يعني أنا تربيت على هاني شاكر وعلى عبد الحليم حافظ وعلى أم كلثوم، هذا الكلمة الحلوة، الطرب الحقيقي، الشفافية، ف يعني متعطشين لهذا الشيء نحن. هلا هي مهمة جدا، ويعني مثل ما بنقول يعني كسر الجدار، عرفت شلون؟ يعني قدوم هاني شاكر وهي الاحتفالية اللي صارت بقدومه ومحبة الناس له، وأنا كنت بدار الأوبرا وشفت محبة الناس وشفت الإقبال الجماهيري، ما شاء الله، يعني الله يديم المحبة. يعني جيت وأنا بشوفها مهمة كتير ورسالة لكتير، يعني رسالة لكتيرين سواء داخل الوطن العربي أو خارج الوطن العربي، داخل سوريا أو خارج سوريا، وين ما بدك هي رسالة. أكيد بدنا أول يسعد صباح كل اللي طلعوا بالتقرير، لا الصراحة طلعوا زملائنا كمان وطلعوا صحيح زملائنا أكيد، الفنانة وفاء مصلي، الفنانة لينا حوارنة، والأستاذ محمد قنوع، أكيد أنكم يسعد صباحكم. هيك في كثير عالم قالت إنه كثير حكيتوا عن هاني شاكر، لازم نحكي عن وجود لازم وضروري، لأنه نحن اشتقنا أساسا لتجينا أسماء كثير عظيمة تحيي حفلات بدمشق. نحن بانتظار لسه كثير من الفنانين على وعد أنهم يجوا قريباً على سوريا إن شاء الله. خبر التالي بقى، هلأ لأرجع شوي لأخبار الفنية العربية. ب 15 أيلول الماضي فجأة هيك كل متابعين الهيبة ويمكن يلي ناطرين 29 أيلول يلي هو عرض فيلم الهيبة، فجأة اكتشفنا أنه في فيلم ثاني نفذ وصار أو نزل عرضه كان ب 15 أيلول. فيلم وثائقي فكرته كتير جميلة. هذا الفيلم قائم على حديث أبطال سلسلة الهيبة عن تجربتهم بالهيبة بالخمسة الأجزاء. حلو. تيم حسن أكيد مع حفظ الألقاب، الفنانة القديرة منى واصف، بالإضافة للفنانة ديما قندلفت، سيرين عبد النور، عبدو شاهين، سعيد سرحان، وكل أكيد والمخرج سامر البرقاوي، كلهم حبوا يعملوا هذا الفيلم الوثائقي. أكيد رغبة شركة الإنتاج وينزلوا للمشاهدين بس لحتى يشوفوا يمكن رؤية كل واحد فيهم أنه هل كانوا بيتوقعوا الهيبة يحقق كل هالنجاح. فكان البرومو حقق كتير أرقام قياسية، وحتى الفيلم حالياً جداً متابع أكيد على المنصات الإلكترونية. تعال نشوف هذا البرومو، ونحن أكيد بانتظار 29 أيلول لحتى نشوف فيلم الهيبة سوا. تفضل. فكرة كتير حلوة، العالم شافت أنه فعلاً هذا هو التسويق الصحيح لفيلم رح ينعرض بعد أسبوعين. تماماً. ما بده تسويق، والله ما بده تسويق. هو فعلاً ما بده تسويق. هو يعني تغليف راب أب، خلاص خلصت السلسلة بفيلم وثائقي وبفيلم. بكرة شو بيطلع شيء ثالث يعني إعلان؟ ممكن برومو، ممكن كل شيء ممكن مع الهيبة، لأنه هنن مسرحية الهيبة مثلاً عم قلنا الأستاذ محمد العمري. ممكن كله ممكن أكيد. خبري اللي بعده من يومين فجأة هيك ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، والصراحة الخبر اللي بدي أقوله هذا ما نو أول مرة.
انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل عن جديد. لا إله إلا الله. تماما. تعال أقول لك ليش هيك، خلونا نشوف الصور سوا لو سمحتوا شباب. هدول الستوريات أكيد نزلتهم بسمة طبعا بعد هي الستوري، هي هي اللي عملت زهقت من الخيانة والكذب، عدت كتير أمور وهلأ هي ما عاد أبدا تقدر تتحمل. هدول الصور يلي عم نشوفهم هلا نزلتهم بس ما يمكن اقل من 5 دقائق وفجاه حذفوا، وحتى هي لغت متابعه تامر وحذفت صورهم سوا ورجعت لمتابعه تامر. هي القصص بس ما مو اول مره بتعملها اساسا. نحن من 3 شهور كان في حديث عن انه تامر حسني بعلاقه مع صبيه ثانيه، وحتى هي تدخلت وقالت انه عيب عليكم نحن كثير مناح. بتذكر قلتي الخبر كمان. تماما. هون العالم انه في عالم مثل ورد مايلين انه خلص انتم ماكم متفقين فعليا صح. خلي يتم الانفصال لانه هذا العذاب انه بدي وما بدي ولا مشان الجمهور ولا يلا مره. وعلى فكره بس قبل ما تكملي هدى، معظم الفنانين الكابلز اللي بيطلعوا على الشاشات وعلى السوشيال ميديا وهن كثير حابين بعضهم وكثير متفقين ويوم بدي ويوم ما بدي فجأة بليل وضحاها انفصلوا. بينفصلوا صحيح. في نماذج سورية وفي نماذج عربية. ليك لأنهم تحت الضوء، هدول الأشياء بتصير حتى بين الأشخاص العادية. الانفصال مانو يعني ذكرك ببوسة إيد حسام حبيب من قبل شيرين. هلا لك بدي أحكي لك عن شيرين جاية. لسه في خبر عنه. بنفعل بنفعل ورد من كلامك. لأنه أنا ما حبيت الكلام. أنا بس بفكر بقصة إنه نحن قديش ما لازم ناخذ هي المشاهد يلي بنشوفها كقدوة لحياتنا، إنه نحن هيك لازم تكون حياتنا لحتى تكون مثالية. ما بتعرفوا البيوت أسرار وما بتعرفوا شو عم بصير بيناتهم، بس على الإعلام أكيد رح نورجي أجمل شيء يعني. تماما. هي بصراحة هي مشكلة السوشيال ميديا صارت، فنحن بانتظار تأكيد الخبر. في كتير عالم قالت إنه خلص أكيد صار لازم يصير الانفصال، وفي ناس لسه بتشوف إنه هنن في عالم حواليهم ما بتحبهم وهنن اللي عم يعملوا هاي الأشياء وهاي القصص. تمام. فنحن أكيد بانتظار تصريح واضح وصريح. أما على سيرة شيرين عبد الوهاب، والله ما فيني يعني، حتى أنا كل ما بشوف قصة بحس إنه لازم ننحكى عن القصص اللي عم بتصير مع شيرين عبد الوهاب. وعدتنا كلياتنا إنه في ألبوم جديد رح ينزل قريباً، ولكن فجأة تم تسريب كم أغنية منها، فطلعت وحكت ويمكن وضحت تماماً شو قصة كيف عم بتصير هاي الأشياء، إنه حسام حبيب عم يقدر يتصرف بالأغاني. يلي صار إنه كل هالأغاني اللي رح تنزل قريباً هي مدفوعة التكلفة من حساب شيرين عبد الوهاب الرسمي، ولكن بسبب حبها له وثقته فيها وثقتها فيه، فهي كانت عندها يمكن هيك إنه خلص أنت يعني تصرف مع الكتاب والملحنين ونكون أنت تمام مثل كأنه وكيل أنا أعمالي. فهون هو كان عم بيتفق بشكل براني إنه الكلمات والألحان لإله، وهون لهيك كبرت القصص ورجعت تم رفع قضية جديدة، وتحديداً بعد ما تم تسريب هالأغنيتين. الأكيد إنه هالأغنيتين أكيد رح ينزلوا بألبوم شيرين، هي ما حتوقف هون، خاصة إنه صار عندها هلأ شركة إنتاج، فيبدو حتعمل خطة جديدة لحتى تعرف كيف ممكن ينزل الخبر. تعالوا نسمع شيء لشيرين عبد الوهاب، أغنية هيك من قديمة وكثير عالم بتحبها لشيرين، وبرجع حتى لكم آخر خبر معي لليوم. يعني مبارح هيك آخر أيام الصيفية في كثير عالم قالت إنه نصيف حيأجل كل الأعمال، نصيف زيتون أكيد الفنان نصيف زيتون ما حينزل أغنية جديدة هلأ هيك وحيترك القصة لرأس السنة. رح قال لا تعالوا عندي اغنيه حلوه كثير. امبارح نزل لنا ناصف زيتون اغنيه بالاحلام، هي من كلمات والحان نبيل خوري اكيد، والفيديو كليب من اخراج الي فهد. الاغنيه من امبارح لليوم مكسره الدنيا، وجمهوره هيك مقسوم بين لا بدنا ناصف بشيء هيك الصيفي والسريع، ولا انا بحب ناصف بالرومانسي. هيك الجمهور منقسم، انا بحب ناصف بالرومانسي. هلا وقت مع الخريف، هلا وقت الكان كان الاغنيه مناسبه لهي الفتره كثير عن جد. الاغنيه كثير حلوه عم تحقق نجاح كثير كبير، حتى الفيديو كليب وحتى لوك ناصف زيتون الجديد عم بيلاقي صدى كثير كبير بين محبينه. انا لهون بكون اكيد وصلت لاخر الفقرات، جبت لكم بالاحلام حتى نسمعها سوا. شكرا الاسبوع الجاي. شكرا يا هدى، شكرا كثير لك هدى. باي باي.